Oh my god, oh my god. لو انت من اسكندرية وزهقت من الخروجات التقليدية كده، فالنهاردة بقى جايب لك مكان جديد وهو Aliens Gamer، واحد من احلى الاماكن اللي هتكسر كده خروجاتك التقليدية. هو مكان فيه بلاي ستيشن وفي ار واكس بوكس والحوارات دي، بقى كان كده هياخدك ويوديك على الواقع الافتراضي. رحت اجربه طبعا علشان كنت زهقت من الخروجات العادية. المكان موجود في سباباشا على شارع ابو قير بعد اسم الرمل كده بشوية، وهو حرفيا بيفصلك عن العالم بتاعك. بتدخل كده نظاراتك بقى، اختار اللعبة اللي انت عايز تلعبها وعيش يا باشا. انا من كام يوم نزلت فيديو ليا هناك بلعب لعبة Walk the Plank دي، وهي عبارة عن انت بتلبس نظاره ياخدوك كده في اسانسير يطلعوك عشان تنط من على مبنى، وانت حرفيا بتعيش اللحظه، قلبك جامد بقى طبعا ومنطط من على المبنى. غير طبعا بيبقى في العاب تانية، انت تبقى ماسك مسدس مثلا وماشي بتقتل في الناس، طبعا انت عارف هتتخيل مين وانت بتعمل كده. في سكيتنج برضو، تزحلق على الجليد وتطير، حاجات انت في الحقيقه ممكن ما تجيلكش الفرصه ان انت تعملها، فهو بيخليك تجربها كده في الواقع الافتراضي. هي تجربه حلوه جدا ومختلفه، وانصح بيها اي حد لو عايز يجرب كده حاجه جديده. طبعا الاحسن ان انت تاخد صحابك وتروح، عشان الموضوع ده بيقلل السعر عليك، وعشان طبعا اللعبه دي اصلا حلاوتها في ان انت يكون معاك كذا حد تقعدوا تتفرجوا على بعض والفضايح بتاعتكم، ان انت بتبقى منعزل عن العالم، بتعمل حاجات انت مش عارف ايه اللي انت بتعمله ده. احنا كنا 4 ولعبنا ساعه، طبعا ممكن تلعبوا كلكم في نفس اللعبه او كل واحد بيلعب مثلا ربع ساعه او كده. الساعه تقريبا كانت ب 140 جنيه، يعني لو قسمتوها على الاربعه فكل واحد هيدفع 40 جنيه. غير بقى طبعا لو انت عايز تلعب بلاي ستيشن او اكس بوكس، بس انا انصح يعني جرب الفي ار علشان دي هتبقى حاجه جديده انت ما جربتهاش قبل كده. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير وفولو، قولوا لنا في الكومنتات لو عندكم اماكن كده مستخبيه ومختلفه وحاجات مش تقليديه نروح نجربها كده هنا في اسكندريه. ميتكم معانا، السنه قربت تخلص، عايزين نوصل 50,000 لايك بقى وفولو، عشان في فيديوهات كتير جدا جايه الفتره اللي جايه.